السلام عليكم. حلقة 43 من مسلسل قلب أرسلان. حلقة كانت قوية بدون شك، ولكن حابب أقول كلام وحابب أخد راحتي فيه، ويا ريت يا جماعة الناس ما تاخدوش بحساسية، لأن في بعض الناس منكم بتاخدوا بحساسية وبتقول إن أنا بنتقد المسلسل وبشكل كبير. بالعكس، أنا من البداية وأنا مع المسلسل وبقول إن هو مسلسل قوي، وزي ما بتقولوا في تعليقاتكم أنا اللي حمستكم للمسلسل أصلا وخليت البعض منكم إن هو يتابعه. فأنا ضد فكرة إن أنا بنتقد، لا، إحنا مجرد تحليل، بس في ثوابت كده لو خلفوا عنها بتضايقني، وبرضو ده رأيي الشخصي. زي ما قلت الحلقة كانت قوية جدا، وهنتكلم عن جوانب القوة بتاعتها دلوقتي ومع توقعات الحلقة القادمة، لأن صراحة الأحداث قوية جدا جدا، بس أنا ما عجبنيش كام نقطة ومش قادر إلا أنا ما أقولهمش. طبعا كلنا عارفين إن السلطان تورور قاعد على السلطنة لأنه هو نوعا ما الهادي الرزين اللي ما بيندفعش، بيفكر الأول قبل ما بيتحرك، ولكنه شغري بيه على كان هو مأسد خراسان، وان هو قوي جدا وكل الناس بتحترمه، الا ان هو كان مندفع وكان بيتحرك، سيفه بيتحرك قبل عقله، فعشان كده شافوا ان اللي يقعد على منصب السلطان هو طغرل، وفي نفس الوقت شغلي هو اللي قعده بنفسه عليه، وفي نفس الوقت برضه كان سند وظهر ليه، ويعني وكان في ظهره زي ما شغلي زي ما سلطان طغرل قال في الحلقه. تمام، وده مش معاهم هما الاثنين و100 100. ما عجبنيش بقى حته ان انت تعمل لي سيناريو شغري وتغلر مع قلب أرسلان وسليمان تماما، لان قلب أرسلان شخصيه تاريخيه ابو الفتوحات. يا جماعه انت بتتكلم في ايه؟ يعني شخصيه هو ابو الفتوحات، معروف بهدوءه برزانته بحكمته بكل حاجه، يعني كانت كل الصفات الحلوه فيه، وده تاريخيا مثبت من اكتر من مصدر. اصلا سليمان يعني لا وجوده تاريخيا ايا كان، يعني حته اخ قلب أرسلان دي تاريخيا ملخبطه شويه، بس اللي انا اعرفه واللي انا متاكد منه ان سليمان نفسه بالشخصيه اللي هو فيها دي من وحي خيال المؤلف. فاللي انت تجيب لي نفس السيناريو وتكرر لي سيناريو طغرل وسيناريو شغلي مع قلب أرسلان وسليمان، وطبعا ده مش هيحصل في الاخر، يعني في الاخر قلب أرسلان هو اللي هيقعد سلطان، ولكن محاولتك لتكرار السيناريو ده كانت سيئه جدا، وبصراحه ما عجبتنيش تماما، لان انت دلوقتي بتعتبر بتخبط في شخصيه تاريخيه ملقبه بابو الفتوحات قلب أرسلان، يعني حاجه كبيره جدا. فانا ما عجبنيش السيناريو ده بصراحه، كان يمشي على ما هو عليه. في نفس الوقت ما عجبنيش ان انت تجيب قلب أرسلان يطلع على امر السلطان دغرر ويتزعق قدامه ويتخانق قدامه ويعمل قدامه كذا حركه كده، لا دي تماما انا شايفها عيب في قلب أرسلان، في شخصيه قلب أرسلان. هو مندفع، هو غيور على دينه، بس ما كانش ينفع ان ده دي حاجه بتقطع يعني فيها رقاب، ان انت تعلي صوتك قدام السلطان كذا مره، حتى لو هتبرر لي ده بان انت تجيب لي تكرر لي السيناريو بتاع طغرل وسلطان طغرل مع شغل تاني، غلط، يعني حاجه ما تبررش ده، لا كان في احترام والناس دي كانت حاجه تانية، بشر وكل حاجه، بس ما اظنش ان الهفوات دي بتحصل، بس طبعا كل ده عشان خاطر الدراما، ويعني بس انا كنت حابب يسلكوا طريق تاني غير الطريق ده. دلوقتي خسرت حلقات على اوجها بسبب اضافه قطملش، يعني الاحداث كلها قبل قطملش حاجه والاحداث بعد قطملش حاجه تانية خالص، فهو اضاف قوه كبيره جدا للاحداث، وحرفيا يعني المسلسل احلى بكتير بوجود قطملش، على الرغم ان هو مستفز، بس الممثل قايم بدور، الممثل جاي من دور صندوق في المسلسل الملحمه، برده كان قايم بدور رائع، لايق على الدور بشكل، اداؤه رائع جدا، الناس دي ما بتهزرش، الناس دي بتحط الممثل الصح في المكان الصح، فحاجة عالية جدا، واللي هو يعني بوظ الاتفاقية وبوظ كل حاجة وهيبوظ الدنيا خالص بموت ابن تيكفور، ابن تيكفور غريجور، وخلاص وضع الأمور يعني حاجة صعبة مع الإمبراطور اللي بعد كونت ليون عشان خاطر يوقف الزفاف، دلوقتي بعد موت كمان ابنه، فالأمور تعقدت والصلح ينسو، الأمور هتتعقد وبشكل كبير جدا، وفي نفس الوقت تتعقد ما بين سليمان وما بين قلب أرسلان. طبعا هو هياخد السيناريو بتاعهم هما الاثنين في الآخر هيحولوه تاني ان هم يبقوا مع بعض وفي ظهر بعض، بس ايا كان يعني زي ما قلت انا رايي فيه خلاص مش هنكرر رايي فيه تاني، بس الاحداث رائعه جدا، قطملش زي ما قلت ضايف اضافات كبيره جدا للاحداث، الاداء عالي جدا بتاع كل الممثلين، فيعني اهو قلب أرسلان بصراحه احداثه بقت قويه جدا جدا في اخر كام حلقه. بس برضو عندي نقطه تانيه، فين وزراء السلطان طغرل؟ لكل سلطان بيبقى فيه وزراء، وده كان موجود في الموسم الاول، مفيش ولا وزير للسلطان طغرل موجود،
بياخد القرارات من دماغه، بياخد القرارات من اهوائه، مفيش ولا وزير موجود تماما. دي نقطه برضو انا مستنيها ومستغربها في المسلسل. الاحداث سريعه بس دي نقطه مهمه جدا كان المفروض ياخدوا بالهم منها، ولاحظتها يعني من اول الموسم الثاني مفيش ولا وزير تقريبا. وفي نفس الوقت حسن اتابك دوره مهمش تماما، مع ان هو دوره تاريخيا كان يعني يعتبر من اهم الاعمده، او هو عمود من اعمده الدوله السلجوقيه. حسن اتابك مع قلب ارسلان وبعدها مع ملك شاه نظام الملك، شخصيه تاريخيه قويه جدا وكان لها تاثير جدا في تربيه ونضوج قلب ارسلان. ان انت تجيبه لي ان قلب ارسلان بيسكته من اللي هو اسكت كده، اهانه كبيره جدا للشخصيه برضه. ففي بعض الانتقادات انا صراحه دي انا لازم اقولها عشان اكون عادل، انا زي ما بشيد بقوه الاحداث لازم ابقى عادل واطلع النقاط اللي مش عجباني في المسلسل، ودي لازم نحن نعلق عليها لان دي حاجات واضحة جدا جدا ما ينفعش ان انا يعني اسكت عنها، وإلا اكون بطبل المسلسل والمسلسل مش محتاج ان انا اطبله لان المسلسل قوي جدا. فخلاص سيناريو الحلقة الجاية هيبقى كالآتي، ان هو اظن سليمان وقلب ارسلان هيبقوا مع بعض نوعا ما عشان يقضوا على الخونة اللي هم الاسياد اللي حوالين قطلش، ويبعتوا له راسهم لان هم يقطعوا راسهم ويقطعوا راسهم، ويحاولوا يهدي التكفور جريجور عشان خاطر الصلح والهدنة لان هم اللي خلفوه، وطبعا ما ينفعش هم اللي يخلفوا. بس في نفس الوقت السلطان تورور كان بعت للتكفور وبعت للناس كلها رسالة ان هم يعني من الاخر اي حاجه قطمنش بيعملها هي خارجه عنهم، وان هو بيتصرف من اهوائه ومن دماغه كده، وده بيحط خلاص قطمنش تحت النار، فهو هيبقى عدو كبير جدا. وتاريخيا ما ماتش على ايد قلب ارسلان ولا حاجه، العداوه استمرت وبشكل كبير حتى استمرت مع ملك شاه. اي نعم في مسلسل نهضه سلجوقه ما جابوش العداوه ما بين سليمان بن قطمنش مع ملك شاه، بس العداوه موجوده تاريخيا وكانت عداوه قويه جدا واستخدموها صح في المسلسل، وما زالوا هيستمروا هيستخدموها صح بشكل كبير. المسلسل ماشي على نسق عالي جدا، بينزل ترويج ولا اروع، بينزل ثلاث اعلانات في الحلقه، ودي حاجه قويه جدا. وفي نفس الوقت الاعلانات ما بتحرقش جميع احداث الحلقه، تخش الحلقه وانت متشوق وبتطلع منها بحاجات غير اللي بتحصل في الاعلانات وبشكل كبير. في انتظار الحلقه الجايه فارغ الصبر، يا ريت تقولوا كل رايك في الكومنتات، تقولوا رايك في الانتقادات اللي انا قلتها ايه، وهل انت متفق معايا ولا مختلف. وطبعا زي ما قلت الانتقادات دي لا تقلل من المسلسل، في المسلسل عالي جدا. يا ريت تعمل لايك وشير للحلقه، يا ريت انت مش مشترك تشترك في القناه وتفعل زر التنبيهات عشان يوصلك اشعار من الحلقه دي اول ما تنزل. تابعونا على انستغرام وعلى فيسبوك وعلى تيك توك، واشوفكم في حلقه جديده باذن الله.